نقعد مع وزير الرياضه. فالحقيقه الراجل متابع جيد ودخل على التليفون وقال بكل ممنونيه وحدد النهارده، وحددنا لهم ميعاد. بالفعل راحوا النهارده حوالي 32 او 33 ام بالاضافه ل 12 اب. خلينا نشوف، لانه الخمسه اللي هم اجمعوا النهارده كل الامهات على ان هم بيمثلوهم تماما تماما، منهم طبعا والد الشهيد عمر وهو السيد علي محسن. مساء الانوار يا علي بيه. مساء النور، ازي حضرتك؟ يا رب يخلي حضرتك. الله يبارك لك. يعني تليفوني لحضرتك فقط لا غير حتى نتعرف من حضرتك في الاجتماع مع الخمسه الكبار اول امس مع السيد وزير الرياضه، ايه الانطباع؟ هل وزير الرياضه مقصر في امر ما؟ هل الامور ماشيه في الاتجاه؟ هل حابب اسمع من حضرتك على الهواء مباشره. ربنا يبارك لك، هي مقدمه حلوه، بس انا عايز يعني اعلق على كلمه حضرتك قولها. احنا مش الخمسه الكبار ولا حاجه. نعم. احنا خمسه من ضمن 72 اسره فقدوا اولادهم. صحيح. فاحنا كلنا سواسيه، مفيش فينا واحد كبير ولا واحد صغير، الحقيقه. نعم. كلنا فعلا سواسيه. نعم. اذا الناس وثقوا فينا ورشحونا فهي مسؤوليه يعني ان شاء الله نكون قدها يا رب. الاجتماع امبارح مع الاستاذ العامري فاروق وزير الرياضه كانت فوق الرائعه. اولا يعني الراجل ده مهما قلت مش هديله حقه، هو راجل جميل ومتفهم ولامس وحاسس بالقضيه من اولها. فهو مش جديد على القضيه، فالحقيقه انما يمكن المنصب اللي واخده النهارده كمان يمكن يديله يعني احقيات في حاجات يقدر يعملها، يمكن حتى في الاول كمان ما كانش يقدر يعملها، ولو ان هو من البدايه ما قصرش. نعم. حقيقه يعني. وده خلانا يعني ان احنا نقدر نتفاهم معاه اكتر، يعني لما حضرتك تقدر تتفاهم مع واحد فاهم الموضوع ده بيسهل علينا الماموريه كتير. نعم. وهو كان عنده نقاط برضه وضحها لنا، يمكن برضه هي الحقيقه ما كانتش في اذهاننا، انما والله يا كابتن مدحت احنا كلنا في الاول وفي الاخر بندور على المصلحه العامه اللي هي بيها ما نفقدش حجم الكارثه اللي حصلت لاولادنا ان هم ماتوا مقتولين في مباراه كره قدم في مصر. نعم. فريقين مصريين. صحيح. انما اللي عايز اطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين كلهم ان القعده كانت فوق الرائعه. بس يعني انا الحقيقه الحمد لله مش يعني ومش عايز اتكلم في حاجه، لان يعني خلينا نشتغل، لان تاني الناس كتير ليها اغراض كتير مش عايزين نتدخل في المواضيع دي الحقيقه. لا احنا ما يهمناش غير ان في رضا عام عن الجلسه. باذن الله باذن تمام. الله هو ده اللي انا عايزه. يعني في الاخر والله احنا نيتنا صافيه لله، ما احناش مالناش اي اهداف تانية. صحيح صحيح. وسياده الوزير بيتهيألي يعني كان واضح وبرضه مالوش اي اهداف، لان هو ما اظنش ان هو هيبقى عايز يبص المنصب. الراجل ما شاء الله الله اكبر يعني يبقى وزير رياضه. نعم. يعني ما اظنش ان هو باصص لمنصب عشان يعني يحاول يجتهد عشان يوصل لمنصب اعلى النهارده يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. ده برضه في حد ذاته ان شاء الله يكون خير يعني. ان شاء الله يا علي بيه باذن الله. يهمنا في النهايه يبقى في رضا ويبقى الناس مستريحه ان شاء الله. وليا طلب عند حضرتك. فضل. ان انت يعني إذا في أي حاجة تخص أهالي الشهداء يعني فعلا بطلبها حتى هو من حضرتك على الهواء، إن أنت تبقى فعلا يعني مقتنع بقضية، لأن هم في الآخر كلهم أولادنا. طبعا. وتساعد فيها، لأن إحنا خايفين على أولادنا اللي موجودين والله يا كابتن مدحت مش أكتر من كده. طبعا طبعا كلنا والله العظيم حرص عليك. مجهوداتك فعلا. مليون المية مليون المية. ربنا يبارك. إن شاء الله. أشكرك أشكرك. أشكرك أشكرك علي بيه، كتر ألف خيرك. أشكرك شكرا جزيلا. أيضا معنا والد الشهيد معطي، والدة الشهيد محمد جمال. أوكي. أهلا يا أهلا يا أم محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت النهاردة حضرتك كنت حاضرة مع الأمهات. طب أنا قبل ما أتكلم في أي حاجة أنا في شكر عايزة أقوله. اتفضلي يا فندم. أنا بشكر الأستاذ علي محسن جدا، وبشكر الأستاذ عصام جدا، وبشكر الأستاذ فوزي جدا، لان احنا ما كانش الموضوع واضح لنا خالص في الاجتماع اللي حصل من كام يوم 7 ساعات، وكان هم بصراحه من اول يوم هم اللي بيجروا ويسعوا واحنا ما كناش نعرف حاجه. تمام. النهارده في الاجتماع احنا عرفنا الناس دي قد ايه تعبت عشان تعمل لنا كل حاجه. ممتاز. وانا ممتاز. بشكرهم جدا 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 جدا. طيب انا حابب بس اسمع منك بقى يا ام محمد انطباعك عن القعده النهارده. هل حسيت ان الوزير
مقصر، هل كذا؟ قولي قولي بصراحه وانت على الهوا اهو. لا حضرتك الراجل بصراحه في قمه الذوق، قمه الاخلاق، قمه يعني. هو بص حضرتك، هو ما استناش يشوف طلباتنا ايه. نعم. هو قاعد يتكلم معانا وقال لنا على الحاجات، هو لقينا الحاجات اللي احنا عايزين نقولها هو قالها. هو قالها بالنص. كويس. بصراحه ربنا، بس احنا يا رب عشمنا في ربنا الاول وبعدين هو، ان يا رب بس يا ربنا يسر الحال وقفله الناس كويسه تساعده، لان بصراحه الراجل مضغوط. نعم. مضغوط مضغوط يعني. فربنا يسر لنا حالنا يا رب. ان شاء الله. يعني في حاله رضا يا ام محمد. نعم. في حاله رضا يعني. جدا. انا كنت نازله، انا عمري في حياتي ما كنت احب ان انا اسجل مع كاميرا تلفزيون. انا بقيت نازله اجري ان انا الاقي كاميرا عشان انا نفسي ان هو يسمعني وانا بشكره. لقيتي كاميرا؟ ما لقيتيش كاميرا اعتقد. لا لقيت. ده مش احنا اكيد، انا ما بعتش كاميرات. لا انا مش عارفه كاميرات ايه كده، وسجلت معاهم لا انا قلت لهم. قلت لهم ان الراجل بصراحه ربنا الله يبارك له وجزيه كل خير يا رب، ويجعل اللي هيعمله لعيالنا في ميزان حسناته. اشكرك يا ام محمد، كتر الف خيرك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كتر خيرك. شكرا. معانا كمان والده الشهيد مصطفى جمال. مساء الانوار يا ام مصطفى. مساء النور حضرتك. يا اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتي حضرتك النهارده الجلسه؟ اه حضرتك والله. طيب حابب برضو اسمع منك انطباعك، هل انت راضيه هل مش؟ قولي بصراحه. لا والله هو صراحه يعني ربنا يبارك له، اما انا الواجب ورضانا وكده، وطبعا اتكلمنا في نقطه ان هو يعني يعتبر الاولاد من شهداء الثوره. نعم. طبعا قال دي مش في ايديا، ما اقدرش ان انا اوعيكم بيها. هو مسمى شهداء، يعني شهداء رياضه ولا شهداء ثوره؟ يعني ده المسمى يعني. نعم. نعم. شهداء ثوره لا. قال ديت يعني كله اجمع ان هم يبقوا يعني في الثوره. نعم. طبعا هو قال لك انا رحت لمفتي الجمهوريه وكده، بس ما مضى، بس ما فيش حاجه طبعا يعني حصلت لغايه دلوقتي. بالظبط. بس ورق بس. ومش راضيين يحسبوهم من شهداء الثوره. هو 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 فيما يتعلق بالجزء ده، ان هو طبعا انا اتناقشت معاه في التليفون وانا جاي. هو طبعا المسمى نفسه يعني لابد يبقى مرتبط بالامر نفسه، فشهداء الثوره هم من استشهدوا اثناء الثوره. بس حضرتك هم دلوقتي اولاد راحوا، هم دلوقتي يعني ما ذنبهمش حاجه، ما هم شهداء، هم شهداء ويعاملوا معامله الشهداء. لعبه بيحبوها. طبعا طبعا. حاجه بيحبها، ابني بيحبها، والاولاد كلها رايحين حاجه بيحبوها. نعم. ذنبهم ان هم يجوا كده؟ لا طبعا، لا طبعا. ما ذنبهمش يعني، هم بس يرادونا، احنا مش عايزين حاجه معنويه، يعني عايزين حاجه فلوس ولا عايزين حاجه من ده كله. نعم. هم بس يرادونا بكلمه ان هم يقولوا يعني دول من الثوره. طيب هو في جميع الاحوال في الجزء بتاع ده بتاع الثوره ده او الشهداء، هم طبعا هيتحطوا مع صور شهداء الثوره في ميدان التحرير، دي خلاص. هو قال كده حضرتك. دي مؤكده. هو قال على الفانيلات الصراحه، وقال بالزبط. يعني في الملعب بالظبط كل ده صراحه. والمسمى هو هيبحثوا مع رئيس الوزراء اليومين الجايين دولت باذن الله، وان شاء الله برضو هنصل للامر اللي هو يعني يبقى ماشي قانونا عشان الحقوق، لان الامور دي بترتب حقوق زي ما حضرتك عارف، وفي نفس الوقت يبقى مقبول لدى المسؤولين فيما يتعلق بالقوانين والحاجات دي. لكن حضرتك مستريحه؟ الحمد لله والله، يعني مقابلته جميله وريحنا والله حضرتك. نعم. ويعني ربنا بقى يعمل ما فيه الخير ويرحمهم بقى حضرتك ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله يا ام مصطفى، اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. والده الشهيد كريم ايضا مدام سماح. مساء الانوار يا مدام سماح. مساء الخير يا كابتن ميكي. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنت حاضره برضو النهارده، حابب اسمع منك انطباعك يا مدام سماح. طبعا انطباعي طبعا، احنا بنشكر سياده الوزير اللي عامل فاروق جدا جدا جدا، كان قلبه متسع جدا جدا لينا. الحمد لله قعدنا واتكلمنا معاه، انا طلبت منه طبعا، احنا جايين لحضرتك اخ اولا مش كمسؤول. نعم. احنا مش متعودين طبعا ان احنا نقعد مع مسؤولين يا كابتن مدحت ولا حد يسمع علينا. سياده الوزير العام فاروق كان قلبه متسع لينا جدا جدا، واحنا بنشكره طبعا من خلال حضرتك ان هو وافق على المقابله دي. وطبعا انا كنت عامله بيان كده صغير يعني، وضحت له فيه الامور طبعا.
معايا يا كابتن؟ مع حضرتك، اتفضل يا مدام. وضحت له طبعا الامور كلها، واحنا كنا طالبين ليه تاجيل الدوري مثلا لمده شهرين او ثلاثه غير دحين بطئ بالحكم. نعم. واتكلمنا بصراحه برضه، واحنا مش عايزين نتكلم في اي حاجه احنا اتكلمنا فيها، لان احنا كنا طالبين طبعا الكاميرات ما تبقاش موجوده، وكاميرا حضرتك هي اللي ما كانتش موجوده الوحيده، كانت كل الكاميرات موجوده، بالرغم ان انا اللي منظم القعده كلها. بالظبط كده يا كابتن مدحت، بالظبط كده. طبعا كان نعم. كلهم ليهم السبق طبعا، هم لا ما عنديش مشكله مني تحت اول ما انا وصلت طبعا، ما عنديش مشكله خالص. نعم. واتعرض طبعا البيان قبل اي حد ما يعرفه. نعم. فكان بياننا كان لينا ثلاث طلبات انا كنت فيهم. نعم. كانت اول حاجه تاجيل مسابقه الدوري العام لمده ثلاث شهور لحين النطق بالحكم. نعم. واعلان ذلك فورا. نعم. ثاني حاجه كان اعتمادنا اولادنا شهداء ثوره فورا، ودي طبعا هو وضحها لنا، هم مش شهداء ثوره، هو خد اكتب ان هم شهداء. نعم. وليس شهداء ثوره. نعم. ويعاملوا نفس المعامله، بس الى جانب الفلوس او الماديات هيتصرف 50,000 تقريبا، ووزاره الرياضه هتحط 50,000 ارضاء لينا. هو حاول بقدر الامكان يا كابتن مدحت ان هو يراضينا. نعم. فاهمني؟ كان ثالث حاجه طبعا اللي هي لو ما فيش فلوس طبعا في صندوق الشهداء، احنا يعني نتمنى ان هم يعتمدوا شهداء، وتاجيل التعويضات احنا ما بنتكلمش في فلوس خالص. نعم. كانت خامس حاجه طبعا الاهتمام بمطالب الاولتراس، ودي كانت اهم حاجه. نعم. ومحاوله الاجتماع بهم فورا ومناقشتهم في عدم رجوع الدوري، يتناقشوا يا كابتن مدحت هم مش عايزين الدوري ليه. اكيد أكيد. وتحقيق مطالبهم منعا لحدوث اي ازمه، وليس الاستماع لهم فقط، يعني ما حدش يسمع يا كابتن مدحت ويطنش. لا هو هيبقى دايما اللي بيسمع لابد ان هو يستمع ايضا، يعني حضرتك تقصدي ان يجرى حوار. بالظبط كده. وعايزه اقول حاجه ثاني، احنا مقابلتنا النهارده للاستاذ العمري ما كانش فيها اي خلاف او اي تناقض مع اي حد قاعد معاه امبارح. ده كويس. اللي انا كنت عايزه اقول، احنا مش عايزين التفاهمات ومش عايزين خلافات، احنا كلنا هدفنا واحد. نعم. عيالنا 72 او 74 انا ما اعرفش العدد بالظبط هو ايه، سواء الاستاذ علي محسن قعد، سواء انا قعدت، ام محمد جمال قعدت، ام احمد وجيه قعدت، كلنا هدفنا واحد يا جماعه. صحيح. هدفنا مش الفلوس، انا بتكلم دلوقتي شعب مصر من خلالك يا كابتن مدحت. اتفضلي. احنا مش هدفنا فلوس يا جماعه، اعتماد اولادنا شهداء كلنا بنجري عليه، ما كانش عشان خاطر ال 100,000 او ال 150,000. ده كنا حاسين ان هو تكريم لاولادنا. نعم. انا قلتها النهارده للاستاذ عمرو، كلنا عارفين يا كابتن مدحت عيالنا ماتوا ليه. طبعا. عيالنا ماتوا عشان كانوا بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر، والحمد لله ان هو سقط. واحنا برضو ورا كل فاسد يا كابتن مدحت عشان نخلص البلد دي ونطهر البلد دي. ان شاء الله. ده كان توضيحي للاستاذ عمرو فاروق النهارده، وبشكره لاخر مره من خلال حضرتك، وبشكر حضرتك طبعا. انت المهم مستريحه يا مدام سماح؟ جدا جدا. بس هو ده اللي انا عايز اسمعه. وانا قلت للامهات النهارده بعد ما خرجنا، يا جماعه احنا ما وصلناش لحلول، ما فيش مشكله، بس الامهات طالعين مرتاحين يا كابتن مدحت. ده مهم، ده مقول طالعين مرتاحين، ودي اهم حاجه، كنا محتاجين حد فعلا يقعد معانا ويفهمنا، لان احنا ما كناش فاهمين اي حاجه. صحيح صحيح. اشكرك يا مدام سماح، كتر الف خيرك، اشكرك شكرا جزيلا. طبعا هو الحقيقه النهارده الوزير المحترم قعد معاهم، كانوا حوالي 33 او 35 ام بالاضافه لحوالي